السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء المغاربة في كل مكان في المغرب أو خارج المغرب. جت لي رسالة الصباح من أحد الأمهات المغاربة المكلومين، عندها ابن عنده 40 يوم وعنده تشوه في القلب، محتاجة عملية في أسرع وقت ممكن، وطلبت مني بحكم أن أنا يعني عندي متابعين من المغرب بالزاف ان احنا نقدم لها اي مساعدة نقدر نقدمها لها. فبناشد اخواننا الميسورين الحال، ودايما معروف عن المغاربة ان هم بيوقفوا جنب بعض في الصعاب في الاوقات الصعبة، وهي بتناشد اي حد من المسؤولين من وزارة الصحة، من اي حد من الميسورين الحال، الناس اللي بتعمل الخير وما اكثرهم في المغرب وخارج المغرب، ان هم يوقفوا جنبيها، لان طبعا هي زوجها بيشتغل في البناء، ونتمنى ان هي حد يقدر يساعدها وتعمل العملية لابنها اللي عنده تشوه في القلب ويوقف جنبها. ودي حاجة معروفة عن المغاربة والمغربيات في اي مكان في العالم. فهنسمعكم صوتها وهي بتطلب من اخواتها، وطلبتنا ان احنا نكون جنبها، وان شاء الله نحاول نقدر نساعدها بقدر الامكان. ولكن طبعا اي مساعدة منكم، حتى لو مش هتقدر تساعد ماديا، غير شير الفيديو، غير بارتاجي هذا الفيديو، باش يشوفوا الناس، باش يحاولوا يتعاونوا معاها. وانا هحط لكم رقمها على الشاشة دلوقتي في الفيديو، بحيث الناس اللي عايزة تتواصل معاها عندها كل الاوراق، كل ما يثبت كلامها موجود، وتقدروا تتواصلوا معاها دايركت. السلام عليكم خوتي، شوفوا ولدي راه مريض، عنده العملية ديال القلب، وعطوني غدا 2 مع 10 نديه لشيخ زايد، وهي البرية اللي عطاني دكتور العثماني محمد الخامس، عطاني باش نديه للشيخ زايد، وانا ما عنديش اخوتي ما عنديش، وعطاني الدواء، وها هو الدواء، شريت شي حاجه وبقى شي حاجه، ما شريتش كل شيء، ما عنديش. باه ما عندوش، تيخدم سيمانه ويقل الشهر، باه يبناي كارين مع الجيران، ما عندناش اخوتي. الله يرحم الوالدين، الا كان شي محسن ولا شي محسنه اللي يعاونني. وليد عاد عنده 40 يوم كيموت، وما عنديش اخوتي باش نديه، ما عنديش باش ندير له العمليه في شيخ زايد، ما عنديش، وباهي على قد الحال. شوفوا اخوتي عاد عنده 40 يوم وما عنديش باش نداويه، ما عنديش اخوتي، لا جد الله، ما عنديش. كنشوف فيه كيموت وشيخ زايد ما قداش عليه، ما عنديش باش نداويه. اخوتي الا كان شي محسن ولا شي محسنه تعاوني ولا يعاوني، عاونوني اخوتي، عاونوا هاد الوليد، عاونوا هاد الوليد اخوتي، عاونوا، راه مريض بالقلب، عنده تشوه في القلب وخاصه يدير عمليه، عاونوني اخوتي، الله يرحم الوالدين، عاونوني اخوتي، الله يسهل عليكم، عاونوا هاد الوليد، عاونوا، الله يجازيكم بخير. وربنا ان شاء الله باذن الله يقومه لها بالسلامه وتعمل العمليه بخير وعلى خير ان شاء الله. وهذا هو المعهود دائما عند المغاربه، ان هم ما بيسمحوش في بعضهم وما بيسيبوش بعض وبيقفوا جنب بعض. نتمنى ان انتم تتواصلوا معاها وتعمل العمليه بخير وعلى خير ان شاء الله. شكرا لكم اخواتي في كل مكان، شكرا جزيلا. لو مش معاك تساعد، على الاقل بارتاجي واعمل كومنتير، ادعي لها في دعوة زوينة. شكرا لكم جميعا.